ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي الهب. في مقطع اليوم راح نتكلم عن أماكن نوعا ما سرية وما يعرفها لاعبين سلسلة GTA، والأهم من ذلك أن الأماكن هذه فيها شيء يميزها عن غيرها ويجعلها مختلفة. ما راح نتكلم عن الأماكن السرية اللي الكثير يعرفها، اليوم عندنا مجموعة مميزة وخاصة، لذلك اربطوا الأحزمة وخلونا نخش سويا في المقطع. الكهف السري في GTA سان أندرياس، ومتأكد انه ممكن نعم في بعضكم يعرفه، لكن متأكد انه الكثير كذلك ما سمع عنه، وهو موجود في هذا المكان من الخريطة زي ما تشوفون. ولما تجيه راح يكون اسفل هذا الطريق، وبكل بساطة عبارة عن كهف طويل له بداية ونهاية زي ما هو ظاهر لكم الآن، بداخله كذلك لو لاحظتوا نجمة شرطة. طبعا الكهف ما في أشياء مميزة أخرى زي مثلا أسلحة ولا حاجة، إنما فقط موجود بهذا الشكل في هذا المكان كنوع من الأماكن السرية في لعبة GTA سان أندرياس. لكن صراحة المكان جدا 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 مفيد في تضييع الشرطة، وانصحكم فيه كثير لو عندكم مهمة غثيثة تطلب منكم انكم تضيعون الشرطة. تعالوا لهذا المكان وفي ثواني معدودة راح تختفي منكم الشرطة، لانهم نهائيا ما يخشون لهذا المكان، ناهيك ايضا على انه في نجمة شرطة في الداخل. فسؤال، هل تعرفون هذا الكهف في GTA سان أندرياس او لا؟ ثانيا عندنا ملعب الكورة في GTA 3، طبعا الملعب موجود في المدينة الثانية وما تقدر تخشه بطريقة شرعية الا عن طريق المودات، او انك تكون قائد محترف لطائرة الدودو المتخلفة، ونقدر نستبعد الخيار الثاني لانه حرفيا ما في اي واحد فنان بقيادة الدودو. على العموم باستخدام المودات زي ما تشوفون استطعنا الدخول لداخل الملعب، وزي ما تشوفون مكتوب في المدرجات بالخط العريض كلمة بطالة، امتنع اني اذكرها او حتى اترجمها. روكستار جيمز ظنت انها لو حطتها في هذا المكان ما حد راح يقدر يحصلها، لكننا حصلناها، وعيب عليكم يا روكستار جيمز على حركات زي كذا. كذلك ايضا يا اخوان في النسخة المحسنة من GTA 3 او GTA 3 Definitive Edition الملعب موجود والكلمة البطالة موجودة، بل انها متقنة اكثر وواضحة اكثر من ذي قبل. ثالثا عندنا الشقة السرية في GTA 4، طبعا الشقة هذه يا اخوان يصير فيها مهمة رسمية من القصة، وعليك انك تقتال احدهم داخلها، بعد ذلك الشقة تصبح موجودة في العالم على طول. طبعا نعم تقدر تشوفها من الخارج، لكن ما تقدر تخشها بطريقة شرعية الا عن طريق المودات فقط، وزي ما تشوفون رغم انها غير متاحة للاستكشاف بشكل شرعي الا انها مليئة بالتفاصيل والاغراض والاشياء الدقيقة جدا زي ما هو ظاهر لكم الآن. حرفيا البيوت اللي نملكها في اللعبة أو في GTA 4 ما فيها تفاصيل وتفاصيل صغيرة زي ما هذه الشقة. يقال أساسا أنه هذه الشقة كان من المفترض أنها تصير أحد البيوت الخاصة بنيكو بليك بعد ما يكمل المهمة بنجاح، لكن روكستار جيمز قررت أنها تتخلى عن هذه الفكرة، لذلك لا زال تشوف التفاصيل الكبيرة والدقيقة والصغيرة في هذه الشقة، رغم أننا ما نقدر مثلا نملكها أو حاجة زي كذا. وعلى طاري الأماكن اللي فيها تفاصيل كبيرة وصغيرة رغم أننا ما نقدر نستكشفها، عندنا مطعم الستيك هاوس، وياب الاسم بكبره أخذوه من المطعم الحقيقي ستيك هاوس وحطوه في GTA سان أندرياس زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الآن. طبعا لو المطعم الحقيقي كان فاضي لهم في 2004 كان مسكهم قضايا إلين ما يشبعون، لكن البراند ما كان فاضي لروكستار جيمز في ذلك الوقت. على العموم باستخدام المودات باستطاعتك انك تدخل للمطعم، وزي ما تشوفون المطعم من الداخل فعلا فخم ورهيب ويحمل نوع كبير من الفخامة. المكان جميل صراحة، لكن زي ما تشوفون او ممكن زي ما لاحظتوا التفاصيل فيه ليست بالكبيرة والدقيقة والصغيرة زي الشقة اللي في GTA 4، ونتفهم بالموضوع لانه التطوير في 2004 كان محدود، لكن كمجمل المطعم صراحة جميل جدا ومكان جدا خلاب. لك ان تتخيل انه روكستار جيمز كانت تخطط
تخطط انها تخلي هذا المطعم كأحد المطاعم اللي تقدر تشتري منها اكل بشكل طبيعي، لكن روكستار جيمز قررت انها تحذف هذا الموضوع واكتفوا بمحلات المطاعم العادية او محلات المطاعم الفاست فود. رابعا عندنا البحيرة المشؤومة جي تي اي سان اندرياس، والبحيرة هذه يا اخوان فيها غموض وسوداوية غريبين جدا. البحر تطالع فيه من بعيد تحس انه ارض تقدر تمشي عليها، لكن حرفيا لما تخشه راح تلاحظ انه بحر وبامكانك انك تسبح فيه. نظرا تقول هذه ارض، تقرب منها راح تلاحظ انك قاعد تسبح. وكذلك يا اخوان لو لاحظتوا البحر مويته متسخة بشكل كبير وكبير جدا، ما راح استغرب نهائيا لو فيه تم التخلص من جثث وزبائل ونفايات كيميائية، لانه لون البحيرة ابدا ما يبشر بالخير. ايضا بجانب البحر هنالك الشجرة المائلة، وزي ما تلاحظون مائلة لدرجة انه بامكان سي جي التسلق فيها، وتقدر حرفيا انك تطلع لاخرها وتاخذ لك نظرة عامة كاملة للمكان من أعلى. البحيرة المشؤومة مكان غريب لكنه مليء بالأشياء الصادمة. خامسا عندنا شقة يوسف أمير من جي تي اي ذا بالد اوف جيتوني، أحلى شقة في سلسلة جي تي اي بأكملها بلا أي منافس. طبعا ما نقدر نخشها بطريقة شرعية، لكن باستخدام المودات تستطيع ذلك. وزي ما تشوفون الشقة صراحة فخمة 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 لآخر درجة، سواء من ناحية الديكور ولا الأثاث ولا وسع الشقة. والأجمل والأحلى أنه التفاصيل والأغراض اللي فيها تفاصيلها دقيقة وجميلة ومهتمة بأصغر التفاصيل. طبعا ممكن تسأل نفسك ليش روكستار جيمز تعبت نفسها بأدق التفاصيل في الشقة وهي ما رح تستعملها في مهمة معينة أو تخلي اللاعبين يستكشفونها. طبعا يقال ويشاع أنه في جزء جي تي اي ذا بلد اوف جيتوني في أحد المهمات المحذوفة كان من المفترض أنه نقتحم الشقة ونقوم بإنقاذ يوسف أمير من العصابة الصينية التي قامت باختطافه، لكن تم حذف المهمة ولم تصل المهمة المحذوفة للنسخة النهائية من جي تي اي ذا بالتوني. فروكستار جيمز ما تعبت نفسها أنها تحذف الأشياء وتحذف الشقة، لذلك الشقة لا زالت موجودة في عالم جي تي اي ذا بالد اوف جيتوني بهذا الشكل. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا 5 اماكن سرية وجميلة ورهيبة في سلسلة جي تي اي. شاركونا اراكم في خانة التعليقات ما بين الخمسة الاماكن اللي ذكرناها، ايش اكثر واحد عجبكم. طيب كي وصلنا معاكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.